طيب يا شباب، في عنا جلاب مشروب الأحباب، مشروب الصبايا ومشروب الشباب. طيب يا جلاب، خمير يا سوس. طيب تمر عندي بارد، عنا طبيعي بارد. أنا من مدينة حماة من الحاضر، طلعت هالمهنة معي من حماة وطلعت لهون على أدلب، وهي القربة يعني أنا بشيلها من 17 سنة 18 سنة شيل ظهر على ظهري، 20 سنة صار عندي أول ما أسست المصلحة. نحن طلعنا لهون يعني صار لي هلا 11 سنة طالع، من وقت اللي طلعت العالم طلعنا معها، وما بقى عندنا حيلة، طلعنا اضطرينا إنه نشتغل بهالمصلحة هي اللي هي كارنا، بنعتز فيه الحمد لله رب العالمين يعني، وبنفتخر فيه كونه كارنا، وهذا فلكلور وتراث. هالسنة هي يعني كل سنة يعني عن سنة عم يتغير علينا الوضع. هي هلا السوس نحن كنا نبيع، رمضان الماضي كنا نبيع بورقتين بثلاث ورقات، نبيع السوس يعني ماشي بورقه بيع. هلا اليوم خمس ورقات يلا يجمع حقه، لانه التجار رفع علينا الاسعار. التمر عندي كنا ناخذ خمس ورقات، ثلاث ورقات، اربع ورقات، اليوم اقل من انا علي اليوم واقف ست ورقات ونص، لانه ما بيشتغلوا الا طبيعي. نحن هلق بيه بالفضيله برمضان كثير بالمعروك، معروكة رمضان قد لا تخلو مائدة برمضان على الافطار من معروكة رمضان. نحن انا هلق في عم بشتغل في مدينه ادلب. نحن تهجرنا قصرا من مدينه سراقب، والحمد لله يعني متابعين الشغل في مدينه ادلب. الحمد لله متابعين فيها، ونحن تأثرنا شوي هلأ في الظروف الحالية بسبب الغلاء. الغلاء أثر كثير علينا، ما بس نحن المصالح بشكل عام، والحمد لله يعني في إقبال بس ما مثل قبل. السعر هاي السنة غالي، السبب انه اغلب المواد اللي بدها يا المعروكي غالي، مثل النشا، مثل الطحين، مثل الزيت، مثل السمنة، هاي كلها مواد كلها ارتفعت، كلها ارتفعت يعني دبل عن اسعار الماضي. يعني هذا السبب، ويعني حتى نحن في رمضان يعني انه لازم المعروكي تكون على السفرة، لازم تكون يعني اولاد يكونوا صايمين نعطيهم اياهم يعني، وحتى نحن يعني بناكلهم. ايه الحمد لله رب العالمين. يعني ايش بدنا نسوي؟ غلاء فاحش، يعني قلنا لك سعر الغلاء انه فاحش بسبب غلاء الاسعار وغلاء المواد الاوليه تبعيت المعروكه. هلق نحن مثل ما تعودنا بشهر رمضان يعني البهجة اللي فيه، الصفرة المزينة، في مأكولات بتنوجد دائما كانت على الإفطار أو بعد الإفطار، مثلا مشروبات كمان في عندك، مثلا المعروك كان موجود إنه بعد الإفطار أو على الإفطار، في عندك مثلا الحلويات بعد الإفطار، في عندك المشروبات كانت كذا نوع تنزل على الإفطار. يعني بسبب الغلاء الحالي يعني هاي المأكولات والمشروبات تقريبا انفقدت، حتى الطبخة الرئيسية يلي هي لازم تكون مدعومة ودسمة هي عم تكون خفيفة يعني بسبب الغلاء الحاصل حاليا.
أنا أبو نزير الشامي صاحب مطعم صلح. صراحة تهجرنا إلى الشمال السوري المحرر بأواخر 2016. صراحة كانت مصلحتنا الأساسية هي الأكلات الشعبية، الفول، الفلافل، الحمص، المسبحة. فحاولنا أن نفكر نفتح مشروع بمدينة إدلب، فكانت النتيجة هو أن نفتح مطعم صلح. اختيارنا لاسم مطعم صلح هو مطعم عريق جدا بالشام، مطعم تأسس بال 1905، مطعم اليوم الكبير اللي وصل عمره لل 100 سنة اليوم بيعرف هذا المطعم لأنه زار الشام طبعا. صراحة هي الأكلة كأجواء رمضانية اليوم هي وجبة الفتة والتسقية بالشامي، يعني هي وجبة لازم رئيسية تكون متواجدة اليوم على وجبة الفطور بشكل عام لكل السفر السورية. والله صراحة هي الأكلة هاي كانت تعد يقال عنها أنه هي أكلة الفقير، ولكن للأسف اليوم بظل الغلاء الفاحش جدا ما عادت هي أكلة الفقير بس. صارت حلم بصراحة للفقير على ارتفاع الأسعار اللي عم تصير اليوم وعم نواجهها اليوم بالسوق. مرايا تمر هندي يا أطيب مشروب.